بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، ومرة أخرى من العاصمة عمان، ضيفنا لهذه الحلقة رجل من رجالات هذا الوطن الأوفياء، له حب لهذا الوطن ويعشق قائد الوطن وأيضا يعشق تراب الوطن. استثمر في المملكة الأردنية الهاشمية، وكان متاح له أن يستثمر في دول أخرى، ولكن حبه واندفاعه لهذه المملكة من حب لقائد الوطن. رحبوا معي أعزائي المشاهدين برجل الأعمال والمستثمر السوري السيد محي الدين السرور، صاحب ومدير عام مطاعم المصلي في أفرحها في المملكة الأردنية الهاشمية. في البداية أسعد الله أوقاتك. أسعد الله أوقاتك ومساك بالخير. طبعاً إحنا سعيدين إنك تكون ضيفنا على برنامج الوطني مبادرات وطنية، ونحن أسعد. السيد محي الدين السرور رجل أعمال مستثمر في المملكة الأردنية الهاشمية. قبل الخوض في الاستثمار في هذه المملكة، نريد أن نعرف السادة المشاهدين بداياتك، انطلاقة العملية والعلمية. من هو محي الدين سرور؟ محي الدين سرور تاجر. نعم. بسوريا، واجا لبلده الأردن، وحبه بالأردن وحبه بالوطن وحبه بقائد الوطن وحبه بأهل الوطن وتراب الوطن. نعم. انه استثمر في هذه البلد المعطاء والبلد الحنون لهذا الشعب، ولحنا من أهل الوطن ومن أهل هالبلد، وجينا واستثمرنا وعملنا استثمارات في هذا الوطن، وكان نجاحنا حققنا نجاح حلو، ولحنا من حبنا للقائد وأمن هذا الوطن. نعم. الحمد لله حصلنا على إنجازات حلوة وشغلنا أبناء الوطن ورتبنا الأمور في هذا الوطن المعطاء. جميل. رجل الأعمال والمستثمر السوري محي الدين السرور. الأردن الحمد لله رب العالمين ينعم بنعمة الأمن والأمان، هذا أكيد، في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله حسين حفظه الله ورعاه. شو الرسالة اللي بتحب توجهها لسيدنا الملك عبد الله الثاني عبر هذا البرنامج؟ والله الرسالة، أنا بشكر سيدنا الملك عبد الله الثاني، وبشكر أهله وبشكر الوطن وأهل البلد جميعا على هذا الموقف العظيم الذي وقفوه معنا. جميل جدا. بصراحة يعني خلينا نحكي، الأردن يعني من الدول التي تنعم بنعمة الأمن والأمان، أينما وجد الأمان وجد الاستثمار. أبدا. لماذا اخترت المملكة الأردنية الهاشمية؟ اخترت المملكة الهاشمية لأنه قائد الوطن عظيم وحنون وبيحب الخير وبيحب سوريا وبيحب الأردن، ولحنا منحب الوطن ومنحب الأردن لأجل ملكنا ولأجل قائدنا الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، ولحنا منوجه الشكر لإله ولشعب الأردن وشعب الأردن المعطاء والقوي بأعماله وقوي بإنجازاته، ولحنا جينا على هالبلد لأنه في أمن وفي أمان، وعملنا استثمارات لأنه الأمن والأمان والاستثمار هن أساس الحياة وأساس هالبلد وأساس كل شيء بالوطن. جميل.
كلام جميل، وأنا بضم صوتي إلى صوتك كما أشاد أعزائي المشاهدين رجل الأعمال السوري المستثمر السيد محي الدين السرور. أشاد أنه قدومه إلى المملكة الأردنية الهاشمية من أجل الاستثمار ومن أجل حبه للوطن وقائد الوطن. السيد محي الدين السرور، يعني الأردن الآن يمر في جائحة كورونا. دعنا نوجه رسالة إلى الشعب الأردني من أجل السلامة العامة. شو بتحب توجه لهم رسالة؟ والله بوجه رسالة للشعب الأردني إنه يحافظوا على السلامة العامة، ويحافظوا على التباعد، ويحافظوا على الوطن وعلى قائد الوطن والشعب، لأنه هذا بيكون أفضل إلهم وأحسن. نعم. ولازم يكون هالشي هذا من نابع من قلبه الواحد للتباعد والحماية لإله ولغيره. والحمد لله يلي نحن بهذا الوطن، لأنه هالوطن هذا عرف شلون يتعامل مع جائحة كورونا. جميل. وعرف شلون يطلع منها ويطلع الشعب منها بفضل قائد الوطن وبفضل ملكنا الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. جميل جدا. رجل الأعمال المستثمر محي الدين السرور، يعني مطاعم المصلي في الموصلي في العاصمة عمان بأفروحها، يعني بدأتم بفرع واحد. صحيح. بدأنا بفرع واحد بشارع المدينة المنورة. بشارع المدينة المنورة، نحكي عن الفرع ونحكي عن تسلسلكم لهذه الأفرع. والله أول شيء بفضل من رب العالمين، ونحن فخورين بهذا العمل بهذا الوطن المعطاء، وبلشنا بفرع بشارع المدينة وانتقلنا لفرع عبد الله غوشة، وبعدين أخذنا مشغل بمنطقة المقابلين وبلشنا إنجازات. أخذنا فرع الثالث بالمقابلين، وأخذنا فرع بالصويفية، وردينا أخذنا فرع بضابو، وأخذنا فرع ردينا بجبيها، والحمد لله الله فضله، والحمد لله يعني الوضع بجائحة الكورونا شوي كان صعب علينا بسنة 2020، إجت صعبة كتير علينا، وإن شاء الله منتعدى هالصعوبات ومنتعدى هالأزمات اللي واعين فيها واللي صايرة بالمملكة بشكل عام. بإذن الله. ونحن أفضل من غيرنا في هذه المملكة بكتير، يعني الحمد لله. أيضا يعني بدأتم المشوار في شارع المدينة المنورة. أيوة. وانطلقتم بأفرعكم إلى في العاصمة عمان في عدة أفرع. يعني هذا يدل على انتمائك لهذا الوطن. إذا الله راد. يدل إن شاء على الله. انتمائك لقائد الوطن والأجهزة الأمنية. إن شاء الله. رجل الأعمال محي الدين السرور، الأردن الآن مقبل على عام 2021. شو الرسالة اللي بتحب توجهها إلى الوطن وقائد الوطن بهاي المناسبة السعيدة؟ والله أنا إن شاء الله كل عام أنتم بخير، وكل عام أنتم بخير قائد الوطن، وكل عام أنت بخير شعب العربي، شعب الأردني الهاشمي. وأنا بوصل رسالة للشعب وبوصل رسالة للشعب الأردني أنه يتفائل ويكون عنده انتماء للوطن. ونحن أيضا من خلال هذا البرنامج، يعني كما أشاد أعزائي المشاهدين باسم المصلي، أقول إلى السادة المشاهدين بمناسبة العام الجديد باسمي وباسم شركة المصلي، نهنئ قائد البلاد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، ونهنئ الشعب الأردني كافة، ونشكر جلالة الملك على دعمه المتواصل للاستثمار داخل الأردن. وأيضا أعزائي المشاهدين من خلال هذا المنبر نشكر جميع الأجهزة الأمنية والعين الساهرة وجهاز المخابرات العامة على جهودهم الجبارة التي يبذلونها من أجل المحافظة على أمن واستقرار هذا الوطن، كما أشاد رجل الأعمال السيد
محيي الدين السرور في هذا البرنامج الوطني. أعزائي المشاهدين، طبعا رجل أعمال وسوري مستثمر في المملكة الأردنية الهاشمية. السيد محيي الدين السرور، بصراحة ماذا تعني لك نعمة الأمن والأمان؟ والله نعمة الأمن والأمان تعني لي كتير. كنا ما نعرفانين قيمتها، أما قيمتها كبيرة كتير، ولحنا يعني يلي ما في نعمة الأمن والأمان ما في استقرار بأي بلد. نعم. إذا ما في أمن وأمان ما في استقرار بأي بلد، والحمد لله لحنا هالبلد لقينا فيها الأمن والأمان والاستقرار، والحمد لله على هذا الأمن والأمان. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نحكي كمان شوي عن المطاعم المصلي من أجل المشاهد إنه يعرف مطاعم المصلي. نحكي عن أفرعكم، المواقع الأفرع وأوقات الدوام وأهم الخدمات اللي بتقدمها مطاعم المصلي. والله يعني المناطق اللي لحنا فيها معروفة، يعني واحد بشارع المدينة. نعم. وواحد بعبد الله غوشة وبالصويفية وبالمقابلين وبضابوق، وفرع جديد فتحناه بجبيها الحمد لله إذا الله راد. أوقات الدوام، أوقات الدوام بيفتح المحل من 10 الصباح للساعة 8 وربع المساء. هل هناك خدمة دليفري متوفرة؟ عندنا خدمة دليفري متوفرة بكل الأفرع. جميل جدا، جميل جدا. رجل الأعمال السيد محيي الدين السرور، شو بتحب توجه عبر هذا البرنامج أيضا رسالة حب واعتزاز إلى أصدقائك إلى أقربائك في سوريا الدولة الشقيقة؟ والله بوجههم إنه الله يفرج عليهم، والله بجاه النبي يديم علينا هون الأمن والأمان، ويأمنهم ببلادهم ويرجع بلادهم ويرجع بلاد سوريا لمثل ما كانت. اللهم آمين يا رب. اللهم يا رب. كم موظف تملك شركة المصلي؟ 250 موظف. يعني أعزائي المشاهدين 250 موظف داخل المملكة، يعني مساهم أيضا في البطالة، مساهم في الفقر من أجل تشغيل أبناء هذا الوطن. السيد محيي الدين السرور كان معنا في برنامجنا، برنامج مبادرات وطنية. عبر هذا البرنامج بنشكره وأيضا بنوجه له كل التحية، وندعمه أيضا إعلاميا عبر هذا البرنامج. أعزائي المشاهدين، أشكروا معي رجل الأعمال السيد محيي الدين السرور المستثمر في قطاع المطاعم في المملكة الأردنية الهاشمية، قطاع مطاعم المصلي المعروفة في أفحة في المملكة، وأيضا يشهد لهم القاسي والداني في هذا القطاع. أعزائي المشاهدين، كنتم معنا في برنامجنا، برنامج مبادرات وطنية، وأيضا نشكر رجل الأعمال السيد محيي الدين السرور على دعمه لهذا البرنامج ودعم البرامج الوطنية. هذا يدل على انتمائه وحبه الحقيقي للوطن وقائد الوطن. إذا الله. سيد محيي شكرا جزيلا. الله يخليك. تسلم يا رب. الله يكرمك ويخليك ووفق الوطن وقائد الوطن ويوفق الأمن والأمان، يحفظ الأمن والأمان في هذا البلد. اللهم أمين. أعزائي المشاهدين، دائما نقول وطن نختلف فيه ولكن لا نختلف عليه. دمتم برعاية الله.